حصدت بورصة البحرين جائزتين مرموقتين لأدائها المتميز في مجال تعزيز الاستدامة والتوعية المالية، حيث حصدت جائزة أفضل سوق مستدام في العالم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل Global Banking and Finance Review. نعم، كما حصلت البورصة على جائزة أفضل مبادرة للتوعية الاستثمارية والثقافة المالية على مستوى مملكة البحرين من قبل مجلة International Finance. إنجاز جديد يضاف لإنجازات القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، وجهود تبذلها المؤسسات المعنية بالقطاع المالي من أجل الارتقاء بالقطاع الاقتصادي تحقيقا للتطلعات والأهداف المنشودة. بورصة البحرين حصدت جائزتين مرموقتين لأدائها المتميز في مجال تعزيز الاستدامة والتوعية المالية، حيث ظفرت البورصة بجائزة أفضل سوق مستدام خلال العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من قبل Global Banking and Finance Review، حيث يتعين على البورصات أن تلعب دورا مركزيا في قيادة التغيير ومساعدة المصدرين لتبني معايير الاستدامة. كما حصدت أيضا ونظيرا لجهودها على جائزة أفضل مبادرة للتوعية الاستثمارية والثقافة المالية على مستوى مملكة البحرين من قبل مجلة International Finance، إذ أن البورصة كانت ولا تزال تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تعزيز ثقافة المستثمر بالإضافة إلى تطبيق المبادرات المستدامة في قطاع رأس المال. هاتان الجائزتان العالميتان تعدان مؤشرا موثوقا للتميز في فوز بورصة البحرين بالجائزتين، ودليل على كفاءة بورصة البحرين وجهودها الرامية إلى ممارسات أكثر استدامة وأكثر تلبية لتطلعات المستثمرين في قطاع رأس المال. ويعد التكريم والجوائز المختلفة التي حصلت عليها البورصة في عام 2022 والأعوام السابقة بمثابة شهادة على سجل البورصة الحافل وأدائها المتميز على مختلف الأصعدة، بما في ذلك برامج الاستدامة وتوعية المستثمرين. يذكر أن بورصة البحرين حصلت على عدة جوائز مرموقة وتكريمات في مختلف الجوانب المتعلقة بعملياتها التشغيلية، حيث تضمنت الجوائز السابقة أفضل برنامج توازن بين العمل والحياة في مملكة البحرين، وأفضل مبادرة في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2021، وجائزة التميز في التواصل مع العملاء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، كما حصلت على المستوى الثالث متميز في ملتقى ثقة لأمن المعلومات في عام 2019.